كنا بنتكلم عن احنا اليوم ده بيمثل مرور 7 سنين على واحده من المبادرات الرائعه جدا اللي هي بسببها اكيد قامت مجموعه من المبادرات الثانيه، والسودان او الشباب السوداني عرف تماما هو يسد حوجه ناس كثيره. مبادره شارع الحوادث اكيد منا لكم دائما كامل المحبه وكامل الاحترام، واحنا سعيدين صراحه ان يكون معنا عبر الهاتف اسراء محمد عثمان من المكتب الطبي لمجموعه شارع الحوادث. صباح الخير وصباح السعاده عليك يا اسراء. اهلا وعليكم السلام، صباح النور، اهلا بكم، صباح الخير عليكم. كيف اصبحتي؟ تمام الحمد لله. الحمد لله انا تمام، واحنا محتفلين الليله بمرور 7 سنوات زي ما قلتوا، فالاحساس من الصباح زي الواحد عيد ميلاده يعني. كل سنه وانتم طيبين. الكلام ده ظاهر في صوتك شديد، يعني البهجه والابتسامه والسعاده اللي انت فيها. ايوه الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله دائما يعني شارع الحوادث بالنسبه لنا بيت، صح؟ فعشان كده بنكون عايشين كل التفاصيل حقيقي، يعني لما نقول محتفلين بعيد ميلاد فعلا بنكون حاسين انه عيد ميلادنا. يا سلام، لكن سبحان الله المرة دي عيد الميلاد مختلف غير ال6 سنين. أيوة. 7 سنين أيوة أكيد كانت مرت فيها صعوبات وفيها تحديات، والحمد لله أنتوا قدرتوا تتخطوها وتضعوا لنفسكم بصمة سمحة شديد في السودان. وأكيد كل واحد خاتت مع بشريات الوطن الجديد وبشريات السودان الجديد ملامح كثيرة أو خطوات حابين أنكم تحققوها من خلال وصولكم للسنة 7. طبعا كان الحلم اللي كنا واحنا شغالين بنقول، وكانت الناس بتعتبر انه نوع من الخيال، بنقول حيجي وقت في يوم من الايام حيكون في بلد ودوله وحكومه قادره تشيل وتعمل وتنجز حاجات ويكون ما في حوجه لشارع الحوادث، ونحن نكون شغالين في بناء ننظر ساكت، ما نكون شغالين فعليا، ويكون في حوجه في المستشفيات وفعلا تكون الادويه متوفره لكل الاطفال. فحاليا والسنه دي واحنا بنحتفل حاسين انه في ظل الحاجه التغيير الكبير اللي حصل في السودان الحاجه دي ممكن تبقى، وممكن انه يعني عموما ما يكون في حوجه بتاعت اطفال، نصحى الصباح نلقي انه شارع الحوادث ما عنده شغل، وزي ما قلنا في شعارنا وفي البوست بتاعنا نتحول كلنا لبناء السودان اللي احنا عايزينه كلهم بما يجيد، يعني كلهم في تخصص ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، يعني بجد نحن بنتمنى انه احنا نوصل للمرحله دي انه السودان ما يكون يعني في حاجه لمبادرات من الشباب يعني. لكن اتكلمنا كمان تحت يعني من قبل احنا بنتكلم عن انه شارع الحوادث هي من اولى المبادرات اللي انطلقت ما بين الشباب في السودان يعني، وكان في حاجه لها شديده جدا في بدايتها. اسراء انت ليك كم سنه مع شارع الحوادث، ولا بديتي معهم من الاول من الخطوه الاولى؟ انا ما بديت معهم من الاول، انا جيتهم بعد ما بدوا بسنتين، والبدايه كانت انا طبيبه شغاله وكانوا بيجوني الشباب ديل جايين جارين، بتحس انهم هم جايين جارين لواحد، واحد جاري لاخوه او ولده عايزين الدواء ده، شوفوا لنا الفحص الضبي كم، عندنا بيشن حالته مستعجله، انتم منو بالضبط؟ فعرفت الفكره، فبالتالي وانضميت معهم وتطوعت وانتظمت الفرديات. طبعا احنا متواجدين قدام 7 مستشفيات بتاعت الاطفال، مستشفى جعفر، مستشفى ابراهيم مالك، البولت التركي، والديدامين حامد، موجودين برضه في مستشفى احمد قاسم، البان جديد، احنا في كل المستشفيات دي موجودين، ورديات صباحيه ورديات مسائيه، زي ما انتم كلكم عارفين انه بنشتغل بنظام انه بكون في 3 متطوعين قاعدين قدام المستشفى، اي والد او والده طفل او مرافق لطفل غلبوا او عجز عن انه يجيب دواء او يعمل صوره بيجي لشارع الحوادث، فبالتالي نزلت معهم في الورديات لحد ما تدرجنا، وحاليا بقيت مسؤوله من المكتب الطبي في مبادره شارع الحوادث. يا سلام، يعني الخطوات اللي انت قلتها يمكن احنا دائما عودونا شارع الحوادث هم بيبدوا من لا شيء، ومع ذلك بتشوفي نجاح لكل حاجه ممكن تكون حاصله، واي شيء بيكون مخطوط فيه شعار شارع الحوادث ده بتحس انه الموضوع ده ناجح وانت بيستحق انك انت تقيف عليه وتشوفه. الحاجه الجميله انه ما بس انتم برضه متواجدين في الخرطوم، انتم متواجدين في ولايات مختلفه تماما، وقادر حتى يحصل تشبيك ما بينكم وما بين مكاتب الولايات. نعم، أي دي الحاجة الجميلة إنه أي متطوع يشتغل أي وردية في شارع الحوادث، لو مشى الأبيض، لو مشى القضارب، لو مشى الكسلة، لو هنا ومدرمان بيقدر يشتغل وردية من غير ما زول يقول له تعمل شنو، لأنه في 6 مواضع إحنا شغالين فيها، وتشبيك كبير شديد حاصل، لدرجة إنه مثلا لما يتوفر لنا نوع معين من الدواء بنشوف يا تولاية مثلا حاصل فيها مكسب بتاع الدواء الفلاني، أو يا تشاري حاصل فيه مكسب. وكمان يعني انا ما حنسى انه اقول لكم انه احنا الليله عيد ميلادنا، احنا كنا محتفلين على غير كل سنه، كل سنه كنا بنحتفل في مستشفى جعفر باعتبار الفكره بدت من هنا، مستشفى جعفر بن عوف المرجعي بدت الفكره بتاعت شارع الحوادث من شباب بسيط هناك، لكن الليله الاحتفال حيكون في 7 شوارع هنا في الخرطوم، على اساس انه احنا عايزين الناس تجيب لنا معاها هديه، الهديه بتاعتنا جرعه بتاعت فانكو مايسي او ميرو.
يعني يجيبوا لنا معاهم الجرعه، تعالوا قولوا لنا كل سنه وانتم طيبين وجيبوا لنا هديه، لانه الحوجه للدواء ده كبيره شديد. ففكرنا انه المره دي لما تيجي تقول لنا كل سنه وانتم طيبين يدوا لك في الصيدليه يجيب لنا جرعه بتاعت فانكومايسين او ميروبينم، دي المضادات الحيويه اللي مستهلكه كتير شديد. المبادره دي يا اسرائيل انتوا خلقتوها الليله دي، يعني هتكون مستمره ولا هي بس تحديدا الليله؟ يعني انا تخيلت فكره جميله انه دايما اي شخص انه يكون ماشي لوحده من المستشفيات تحت الاطفال يعني ياخذ في باله او يكون متذكر انه ياخذ معه اي نوع بتاع دواء ممكن يحتاجه له هناك. يعني الحمد لله هي المبادرة أصلا قايمة بكده، قايمة بتبرعات أهل السودان الطيبين وماشية بكده زي ما أنتوا عارفين، هي مبادرة باعتبار مبادرة شعبية وأصلا قايمة بالشعب السوداني، لأنه التبرعات والفنز قاعد يجي جنيه جنيه جرعة جرعة كذا، والحمد لله لما تجي تجمع الحاجات دي وتشوف الأثر اللي أنت عامله، ولما نجي تطلع إحصائياتنا كل سنة إحنا فعليا بنتخلع بكمية الحاجة اللي إحنا بنقدمها فعليا من لا شيء، من هي بس تبرعات بتاعت النازل. لكن احنا تحديدا اليوم تحددنا المضادين الحيويين ديل لانه احنا عندنا حوجة لهم كبيرة شديد واسعارهم بقت غالية شديد، فالطفل ممكن يتكتب له في اليوم 3 أو 4، فحبينا انه نعمل مخزون لكل مستشفى في عيد الميلاد ده. فان شاء الله يا رب الفكرة، واحنا اصلا دائما بنكون مراهنين بس على الشعب السوداني تحت الشعار عشان عيون اطفالنا مضروبة الهزيمة. يلا طول يلا. ما احنا اعتمدنا على الشعب السوداني ما حصلت هزمنا والحمد لله. الحمد لله ان شاء الله يا رب. كلام جميل كثير طيب. واجهت بالمناسبة صعاب كثيرة يا اسرائيل في يعني مشاكل قد تكون مثلا كانت مع وزارة الصحة، وفي يعني في اشياء كثيرة جدا انت كنت محتاجين لها ويمكن يكون اتمنعت عنكم، لكن برغم كده يعني دائما كانت اهدافكم بتحقق. يعني وانا بذكر منها انا كانت في واحدة من الافتتاح، كان في افتتاح واحدة من يعني العنابر، انه كان في يعني مشكله زي دي كده، ويعني تمت في الاخر كده بالطريقه دارينا انا شعرت، بس كانت حاجه جميله جدا. فالفكره الاصرار اللي يعني قايم به وشارع الحوادث ده والخبره بتاعت ال7 سنين دي كده انا تخليه ان شاء الله يعني هي الادى الدافع لكثير من المبادرات انها تكون موجوده الليله على ارض الواقع. ايوه الحمد لله. زي ما احنا بنقول انه شارع الحوادث ده مجتمع كامل، عارفين انه الخالات ستات الشاي عندهم دور معانا. اي زول موجود قريب من مستشفى الاطفال قادر يكون عنده دور، الصيدليات عندها دور، كلهم عندهم دور. صح لقيتنا نصائح كثير من وزاره الصحه ما بننكر الكلام ده، لكن احنا وصلنا معهم في يوم من الايام انه لما كانت منعنا انه نتواجد داخل احدى المستشفيات، فقلنا لهم ما مشكله بنشيل البنابل بتاعتنا وبنخطها في التريتوار الفاصل بين الشارعين بتاعين الزلط، وبرضه بنقعد وبرضه بنشتغل. فعليا ده كان اصرار، يعني احنا كنا مصرين انه الحاجه دي تمشي، لدرجه انه حتى الاحداث الاخيره اللي كانت حاصله في البلد حاجات كثيره توقفت، لكن مبادره شارع الحوادث ما توقفت وبقينا متواصلين. مرات حتى وجود الشباب كان في الشارع في الورديه خطر، لانه ممكن كان بيجوا بيترفعوا من الشارع وكذا، فكنا برضو مصرين انه الورديات تمشي، والحمد لله احنا نقدر نقول انه الورديات ما اتقطعت حتى في الظروف بتاعت من شهر 12 لحد شهر 4. شارع الحوادث برضو كان قادر يقدم، وناس كثير كان بتتساءل دور شارع الحوادث شنو في الحاجه الحاصله في البلد، كنا بنقول لهم دورنا هو نفس الدور اللي احنا قايمين به وقاعدين نعمله، احنا اهم حاجه عندنا ان احنا ننقذ الاطفال بي. يلا انتوا الثوره اللي بدت قبل ثورة ديسمبر، انتوا الناس اللي هم دائما في الوقت اللي ما كان فيه حاجه كنتوا كل حاجه كشارع الحوادث، عودتونا دائما على الخير، عودتونا على انتوا قادرين تسدوا الحوجه بطريقه صح، والعزيمه والاصرار انت ذكرتيها دي ممكن تكون دي واحده بس من القصص الحاصله في سودان كبير. العهد الجديد يا اسراء ليك ولكل شارع الحوادث فيه امان عظيم، وحيكون فيه ان شاء الله امل كبير، وحيكون فيه كل السماحة. شفت اللي انتم بتعملوا 7 سنين ده ما حيجي وقت الحصاد ان شاء الله، لكل السماحة اللي دائما انتم كنتوا بتحاولوا انكم تعملوا. انا سعيده صراحه بسمع صوتك، وسعيده جدا بالايمان والرضا جواك وكلمه الحمد لله والابتسامه اللي هي فيك اكيد هي ظاهره من خلال الصوت. شكرا جدا يا اسراء لك، واكيد وصل لغايه صوت المحبه والخير لكل الناس اللي هي متواجده داخل شارع الحوادث واللي هي اكيد معاك الان. شكرا لك يا اسراء. شكرا لك، وانا كمان بس عايزه اقول حاجه اخيره. يا ريت كل الناس يجونا الليله ويشاركونا في كل الشوارع، يعني يجونا وتجونا انتم كمان وتجيوا توثقوا معنا الحاجه دي باذن الله، واهم شيء تجونا شايلين جرعه بتاعت ميرو وجرعه بتاعت فانكومايسين. شكرا ان شاء الله. ان شاء الله يا اسراء، وكمان السنه الجايه كذا يعني لما تكونوا تميتوا 8 سنين كذا، نحن هو سؤال نسالك ليه هالليله نظرتوا كيف؟ يكون ما عندكم شغل غير انكم تنظروا زي ما قلت كلامي. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لكم، كل سنه وانتم طيبين كذا، ان شاء الله دائما عافيه يا رب. الله يخليك.